اسعد الله مساءكم اعزائي المشاهدين وحياكم الله في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج ديوان الصحافه اللي من خلاله نقوم بقراءه ابرز عناوين الصحف الصادره ليوم الاحد. اليوم الصحف ركزت على ان هناك استجوابان سيقدمان للحكومه الاول سيكون من النائب صالح عاشور. لرئيس الوزراء ويتعلق في التحويلات الماليه والايداعات المليونيه، اما الاستجواب الثاني سيقدم من النائب محمد الجويهل ضد وزير الداخليه، تقريبا هذا اهم خبر موجود في صحف الاحد، اما الخبر الثاني اللي ركزت عليه الصحف وهو فشل او تعثر تنسيق النياب الحكومي حول مناقشه الاولويات التي طرحتها كتله الاغلبيه. والخبر اللي أيضا استحوذ على اهتمام الصحف وهو نية الحكومة لإغرار الكوادر بعد تهديد النقابات باعتصامات أو إضرابات مفتوحة هذه تقريبا أهم الأخبار اللي ناقشتها الصحف الصادرة اليوم الأحد وهناك أخبار أخرى متفرقة راح نشوفها معكم في صحفنا اللي راح نذهب لها الآن ونبدأ في جريدة الشاهد جريدة الشاهد عنوانها الرئيسي الصقر والقانم يخططان لدعم الوطني بلوبي يواجه المجلس والحكومة هذا العنوان الرئيسي في جريدة الشاهد جهود لضم الراشد بعد التحالف مع الشيعة والتنسيق مع الجويهل والفضل تجنيس 400 عسكري بالدفاع وكشف بأبناء الأرامل والمطلقات خلال أسبوعين إغامة دائمة لمن يعدل وضعه وإعفائه من رسوم العلاج والدراسة السعدون والميزري يشاركان في اجتماع الأغلبية اليوم لتحديد أولويات المجلس والحكومة تعديل الماده الثانيه يثير خلافا بين الاغلبيه والعداله البعض يرى ان الوقت غير مناسب الفضل متهمو ناصر محمد يبرئون حمد بن جاسم رفضوا التحقيق في التمويل القطري العجمي نحتاج فريق طوارئ الماليه والتشريعيه تبحثان اليوم قانوني حمايه المنافسه والفتوى الخارجيه تناقش اخر المستجدات والزراعه تنتخب رئيسها إشخير يكشف أسباب طعنه بدستورية المحكمة الإدارية ترشيح الهاشل محافظا للمركزي جزر وفنادق ومدينة رياضية شمال الكويت المناطق السكنية فيها تضم 151 ألف منزلا وتوفير 318 ألف فرصة عمل هذه تقريبا ابرز عناوين جريده الشاهد مثل ما شفتوا جريده الشاهد اعزائي المشاهدين ركزت على ان هناك كتله جديده يسعى لدعمها او قيادتها من قبل النائبين محمد صقر ومرزوق القانم نذهب الى جريده الانباء وجريده الانباء اليوم تتميز بتصريح من وزير الاعلام محمد العبد الله العنوان الرئيسي في جريدة الانباء عبد الله الانباء قانون الوحدة الوطنية وشيك هذا العنوان الرئيسي في جريدة الانباء وزير الاعلام اكد ان دراسته تجري على قدم وساق وسيقدم لمجلس الأمة فور الانتهاء منه الضريبة على طاولة مجلس الوزراء غريبا واعفاء أصحاب الدخول المحدودة المالية أوشكت على الانتهاء من صياغة المشروع الطبطبائي ضد توجيه ضربة لإيران ستخدم النظام وتطيل في عمره البراك الشعبي ستعيد اقتراح تثمين جليب الشيوخ بالكامل الخليفة دور رابع للمواطنين ممن يملكون منازل تقل مساحتها عن 400 متر الغانم لرجال الجمارك انتظروا الخير وكادركم جاهز وستعتمده الحكومة أعلن عزم لغاء النقابة وموظفي الإدارة للتفاهم حول مطالبهم تعديلات جديدة على الكادر تفجر أزمة بين المعلمين والديوان العجيري طقس الأسبوع مميز والصيفي للشباب تسعة الجاري الصحة 15% نسبة العقم. هذه تقريبا ابرز عناوين جريدة الانباء ومثل ما شفتوا جريدة الانباء تركز على تصريح وزير الاعلام محمد العبد الله على ان قانون الوحدة الوطنية سيكون جاهزا خلال ايام. نذهب إلى جريدة الراي جريدة الراي اليوم تذكر ان المطار يعني أنقذته العناية الإلهية من كارثة بعد تعطل نظام الهبوط، العنوان الرئيسي في جريدة الراي المطار سلم من كارثة أثر تعطل نظام الهبوط، هذا العنوان الرئيسي في جريدة الراي عاصفة الطوز عادية وشلت حركة الطيران لساعات، عشرات الرحلات تعرضت لتحويل المسار أو الإلغاء أو إعادة الجدولة، استغراب لتجاهل الطيران المدني العطل وإلقاء اللوم كله على العاصفة العسكري عين عين المتهم بقتل الميموني حاول الانتحار في المركزي خمس وزراء يبحثون اليوم توفير مساحات لثلاثين ألف وحدة سكنية الكتاني للرأي سوريا تتصدر اهتماماتنا في الكويت البلدية لا تسريب لدجاج مصاب بالسلمونيا الى المواطنين والمقيمين. الحالة الصحية للدكتور سميط جيدة. هذه تقريبا ابرز عناوين جريدة الراي. نذهب الان معكم الى جريدة النهار وجريدة النهار اليوم تقول ان الاستجوابان اللذان سيقدمان للحكومه انتقاميا العنوان الرئيسي في جريده النهار كما تشاهدون استجوابان بنفس انتقامي هذا العنوان الرئيسي في جريده النهار عاشور يعد مساءله للمبارك حول الايداعات واخرى من الجويهل للحمود عن حرق مغره تحذيرات من تراجع الداخليه في قضيه المليفي المطالبه باطلاقه تدخل في عمل القضاء صباح الخالد يحضر اجتماع لجنة الخارجية اليوم للبحث في آخر مستجدات الوضع السوري البراك الشعبي يقدم اقتراحا بتثمين جليب الشيوخ المسباح الإسلاميون أغلبية أغلبية البرلمان وعلى الآخرين عدم عرقلة إنجازاتهم تجميد حسابات 11 شخصا لتورطهم في تمويل حركه طالبان الارهابيه بطلب من البنك المركزي عممه على البنوك المحليه. هذه تقريبا ابرز عناوين جريده النهار مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين جريده النهار ركزت على ان هناك استجوابان سيقدمان خلال ايام وهاتان الاستجوابان يعني يكونان بنفس انتقامي نذهب إلى جريدة الصباح وجريدة الصباح عنوانها الرئيسي نواب يؤججون الطائفية بخطاب الكراهية والتشكيك هذا العنوان الرئيسي في جريدة الصباح استياء شعبي من المساجلات والمشادات النيابية التي وصلت حد الاتهامات المتبادلة بالعمالة لدول أخرى والخيانة العظمى مواطنون أبعدون عن منزلق الفتنة في الكويت عانت كثيرا خلال الفترة الماضية وآن الأوان لنعيد بناءها النواب مطالبون بالابتعاد عن شق الوحدة الوطنية التي يستغلها البعض للتسلق على ظهور الآخرين تضارب مصالح حول نوابا في المجلس إلى انبطاحيين مصادر اكدت ان مواقف الشعبي حددت اليه التعامل مع الملفات النيابيه كرسي الرئاسه كان سببا رئيسيا في التازيم وعودته لاحضان الشعبي وراء تبدل المواقف الصحه 15% نسبه العقم في البلاد موظفو الكويتيه يهددون بالاضراب ما لم تحقق المطالب الغبار يعطل الدراسه في السعوديه المركزي تجميد حسابات 11 شخصا مرتبطا بطالبان البلديه لا تسرب للدجاج المصاب بالسلمونيا الى الاسواق هذه تقريبا ابرز عناوين جريده الصباح اللي ركزت اليوم على تداعيات جلسات مجلس الامه السابقه وما شاهدته من نفس طائفي، نذهب إلى جريدة الوسط، وجريدة الوسط عنوانها الرئيسي القطاع الخاص شريك في التنمية، هذا العنوان الرئيسي في جريدة الوسط. إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص أولوية في خطة 2012 المباركة افتتح المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي. 28 مليارا إيرادات نفطية في 2012 تقرير الشال أكد وجود 15 مليار دينار زيادة عن المقدرة بالموازنة توقعات بحسم الملفات العالقة مع العراق الدغباسي وثيقة جوهر للوحدة الوطنية تحفظ المجتمع من التمزق الشعبي تقترح حظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم بمناصبهم اكثر من ثلاث سنوات. البلديه تنفي اصابه دجاج التمويل بالسلمونيا. تدوير موسع بالتجاره قريبا. هذه تقريبا ابرز عناوين جريده الوسط. نذهب الى جريده القبس وجريده القبس تؤكد ان هناك تعثر حول التنسيق الحكومي النيابي حول الاولويات التي اقرتها كتله الاغلبيه العنوان الرئيسي كما تشاهدون في القبس تنسيق الاولويات الحكومي النيابي مرشح للتعثر هذا العنوان الرئيسي في جريده القبس الحربش راي الحكومه بشان الاولويات يجب طرحه في القاعه الخارجية تبحث اجراءات الحكومة بشأن سوريا المطر البيئة ستطلب استكمال التحقيق في تسرب غاز الاحمدي العنجري مساءلتي للشمالي قضية وقت الهاشل محافظا بالوكالة حكم تاريخي إلقاء سياسة القبول في الجامعة تميز تمييز بين الذكور والاناث في مقاعد الكليات هذه تقريبا ابرز عناوين جريده القبس. نذهب الى جريده الكويتيه وجريده الكويتيه عنوانها الرئيسي الحكومه قد تقر الكوادر تفاديا للاضرابات الاسبوع المقبل. هذا العنوان الرئيسي في جريده الكويتيه. إنجاز الخطوط العريضة لبرنامج العمل ودرس توصيات الأمة تجاه سوريا المركزي يرفع ملف القروض وفوائدها لجهة قيادية ضمن تجاوزات البنوك ارتفاع سعر الفائدة إلى 27 في لمية. الوطني وبيتك يستحوذان على 70 بالمية من إجمالي القروض إجمالي القروض سبع مليارات وقيمة فوائدها مليار دينار تطبيقا لمبدأ العدالة الملف يتضمن الفوائد التي تم سدادها خلال أربع سنوات فزعة وطنية لنبذ الطائفية الدقباسي أيد أي جوهر والدلال يناشد زملائه مشادات من وراء ظهر الوزير توافق نيابي على البدون واختلاف على المليفي الطبطبائي يتهم الداخليه بالتغاضي عن شطي. مفوضو الهيئه على طاوله الوزراء اليوم. هذه تقريبا ابرز عناوين جريده الكويتيه. هذا كل ما في صحفنا اعزائي المشاهدين ومثل ما شفتوا كانت الصحف اليوم تركز على أن هناك يعني نية لاستجوابان من قبل النائب صالح عاشور مثل ما ذكرنا لكم ومحمد الجويهل لوزير الداخلية هذه تقريبا أهم ما في الصحف الصادرة اليوم لحد نتمنى أن تكونوا قضيتم معنا وقت ممتع وإلى اللقاء في